ينبغي للإنسان الذي يريد أن يفكر، فينبغي عليه أيها الإخوة أن يعد العدة لذلك اليوم العظيم. إي وربي إنه ليوم عظيم أيها الإخوة. ما حد يسأل أحد، فلا تسمع إلا همسة، ما حد يستطيع أن يتكلم، ما حد يستطيع أن يسأل الآخر، الكل في صمت رهيب. لماذا؟ لأن الموقف رهيب، غفل عنه كثير من الناس، ولو أنهم تفكروا فيه وتذكروه لتغيرت أحوالهم. يوم واحد يقف فيه العباد 50,000 سنة، لو قيل لك قف 24 ساعة من غير طعام ولا شراب تستطيع؟ لا طعام لا شراب لا ظل لا أنيس، تزدحم أقدام الناس، تكثر أنفاسهم، يكثر عرقهم. تخيل يا أخي لما يطول عليهم الوقوف ويبلغ منهم الجوع والعطش مبلغه، والهم والغم وتزاحم أقدام الناس وكثرة أنفاسهم وكثرة أناتهم وصياحهم. من الناس من يقول ليقضي بيننا ربنا حتى لو إلى النار، ليقضي بيننا ربنا حتى لو إلى النار، يتمنى دخول النار ولا يقف في ذلك الموقف العظيم. لماذا لا نتفكر في هذا الموقف أيها الإخوة؟ يقوم الناس من قبورهم عندما يأمر الله سبحانه وتعالى الملك أن ينفخ في الصور فينفخ النفخة الثانية فيقوم الناس من قبورهم. حتى أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فيقول: يا عائشة، الأمر يومئذ أعظم من ذلك، الأمر عظيم. ما الذي يحصل أيها الإخوة؟ تخيلوا معي في نظرة سريعة، والنظرات كثيرة والمواقف كثيرة أيها الإخوة، لكن تخيلوا أيها الإخوة ذلك الموقف عندما يخرج الناس من قبورهم. من هم الناس؟ من عهد أبونا آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. ما الأمر العظيم أيها الإخوة؟ ما الذي حصل؟ إيش اللي حصل للناس عندما يقوم الناس ويخرجون من قبورهم؟ ماذا يرون أيها الإخوة؟ يرون السماء العظيمة وهي تنشق وتتصدر. أبشركم أيها الإخوة، إي وربي إنها بشارة عظيمة. أرأيتم ذلك اليوم الذي مقداره 50,000 سنة، الذي يقف فيه العباد في هم وغم؟ هذا اليوم الطويل أيها الإخوة سيمر على المؤمنين كصلاة ظهر أو كصلاة عصر صلوها، يعني كأنك صليت الظهر وانتهيت، خلص يوم القيامة. هذا لمن يا إخوان؟ على المؤمنين فقط، على المؤمنين. فلذلك يا إخوة، الإنسان الذكي، الإنسان الكيس الذي يبحث كيف أكون من المؤمنين، كيف الطريق، ما هو السبيل. والحمد لله الأمر يسير، يستطيع الإنسان بيسر سهولة أن يكون من المؤمنين.